جولة جديدة ما تبقى نطوف بها على عدد من قصص الساعة، حياكم الله. بينهم حاصلون على نوبل في الطب، أطباء حول العالم يناشدون لإيقاف الأسد وروسيا عن استهداف المشافي والمسعفين. أخبرتهم عن مكانه ولم يقصفوه. داعشية تفضح تعاونها مع المخابرات الأمريكية وتتهمها بالتخاذل عن استهداف البغدادي. وبعد 12 عاما على الحادثة، نيوزويك الأمريكية تنشر معلومات جديدة حول تدمير إسرائيل لمفاعل الكبر النووي. طالبت مجموعة من أهم الأطباء في العالم، طالبوا بين هؤلاء الأطباء حاصلون على جوائز نوبل في الطب، منهم كذلك أمهر الجراحين على المستوى العالمي، طالب كل هؤلاء، طالبوا طبيب دمشق بشار الأسد بوقف قصفه للمشافي والمراكز الطبية في شمال سوريا خلال حملاته الحالية على إدلب وحماة. يتحرك الأطباء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف قصف المشافي وإنهاء العنف المعلن من روسيا والأسد ضد المسعفين والنقاط الطبية كافة. يقول هؤلاء الأطباء بالاستناد إلى المعلومات الواردة من أرض الواقع، يقولون إن مئات آلاف سوريين حرموا من العلاج جراء الاستهداف المركز للمشافي. يطالب الأطباء، البعض يقول هذا الصوت الأطباء هذا صوت أفضل من لا صوت، يعني لمجرد الكلام أفضل من عدم الكلام في المذبحة السورية، لكن هل يمكن أن يحدث شيء؟ هل يمكن أن تلقى هذه الدعوة من هؤلاء الأطباء ومنهم أطباء شهيرون جدا على مستوى العالم؟ هل يمكن أن يحدث منها شيء؟ البعض يقول لا شيء على الإطلاق. ثلاث قمم عقدت في مكة، ثلاث قمم ولم تنبس ببنتي شفا ولو بشق كلمة للروس أو للنظام، لا أحد يتوقع شيئا، المذبحة مستمرة. رصدت مجموعة من المنظمات الدولية حجم الدمار الذي تعرضت له المشافي والمنشآت الطبية في مناطق شمال غرب سوريا بسبب حملة القصف التي يشنها النظام والروس منذ نهاية شهر نيسان الماضي، متسببا بقتل المئات وتهجير عشرات الآلاف. تقول الأمم المتحدة إن 30 مشفى ومركز طبي
تعرضت للقصف المباشر والمتعمد من قبل الروس، رغم تسليم إحداثيات مواقعها عدة مرات، في حين ذكرت منظمة أخرى أن ضرب النقاط الطبية هو سياسة عقاب جماعي للمدنيين استخدمها النظام سابقا في حلب والغوطة الشرقية. إحدى أهم بديهيات العمل العسكري الروسي في سوريا كما يقول المراقبون لسير المعارك هي استهداف النقاط الطبية. طبعا المراقبون يقولون بعد أن زودت الأمم المتحدة إحداثيات المشافي والنقاط الطبية للروس بدأت هذه الاستراتيجية تكون أشد وطأة على الناس ومن أجل دفعهم للاستسلام الجماعي. حدثت في حلب، كشفت إحداثيات كثيرة من المشافي عن طريق الأمم المتحدة، استهدفها الروس بدقة وآلمت هذه الاستهدافات آلمت كثيرا الناس ودفعتهم قسرا، طبعا بغض النظر عن قضية القتل والجرحى، هذه حرمان الحواضن من المشافي والمراكز الطبية أحد أهم العوامل التي تدفعها تقريبا نحو الاستسلام. الآن يتم تطبيقها حرفيا كذلك في إدلب، طبقت هذه السياسة في حلب في الغوطة، طبقت كذلك في درعا، طبقت في كل معارك الروس، طبقها الأمريكان كذلك في العراق بنفس الطريقة، استهداف المراكز والنقاط الطبية. البعض يقول ما حدث في سوريا والعراق لم يحدث في أي مكان في الأرض، في أي مكان في الأرض، وهذا الصمت من الكوكب على ما يجري هو لم يحدث كذلك في أي مكان في الكوكب في الأرض. كشفت إحدى أبرز أسيرات تنظيمات الدولة نسرين أسعد إبراهيم المعروفة بأم سياف، أم سياف قالت أنها ساعدت جهاز المخابرات المركزية الأمريكية بإعطائه معلومات دقيقة للغاية عن مكان وجود أبو بكر البغدادي، لكن واشنطن خذلتها، خذلت أم سياف ورفضت استهداف الخليفة كما قالت. صحيفة الجارديان البريطانية تنقل معلومات حصرية وحساسة للغاية، تقول أن واشنطن والمخابرات الكردية كذلك في أربيل اعترفوا بصحة المعلومات التي زودتهم إياها أم سياف عن مكان وجود الخليفة البغدادي القرشي في الموصل، وأنه فعلا كان موجودا في ذلك المكان في الموصل، لكن التحالف الدولي رفض استهدافه بذريعة انشغاله بمهام أخرى. فما هي المهام التي فضلها التحالف عن استهداف البغدادي؟
الجارديان تقول إنها أجرت اللقاء مع أم سياف دون تدخل من القوات التي تحتجزها. تنقل الجارديان عن أم سياف إنها أبلغت الأمريكان بوجود الخليفة في الموصل، مكان دقيق كان للخليفة، ورفضت واشنطن ضرب أبو بكر البغدادي، كما رفضت قبله كذلك ضرب قاسم سليماني أيام باراك أوباما. رفضت واشنطن الضرب واستهداف قاسم سليماني في سوريا، ورفضوا استهداف الخليفة في العراق. البعض يعني أصبح الجواب معروفا، وما يعني البعض يقول ما هناك حاجة أبدا للسؤال لماذا رفضت واشنطن ضرب أبو بكر البغدادي، أو لماذا رفضت ضرب قاسم سليماني. هؤلاء كانا قطبا رحى في طحن أهل سوريا والعراق برعاية أمريكية إسرائيلية. طبعا هذه بمناسبة أنه يوم القدس العالمي كان بالأمس، يعني أصدرت محكمة عراقية اليوم الأحد أصدرت حكما بالإعدام على فرنسيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة في محاكمات تثير جدلا في بلدهم الأصلي وتتعرض للانتقاد من قبل منظمات حقوقية دولية. نفى المتهم الثامن الاعترافات التي أدلى بها خلال التحقيق الذي استمر 4 أشهر في العراق، قال أنه تعرض للتعذيب الشديد لانتزاع المعلومات التي أدت إلى إصدار حكم إعدام بحقه. تضاعف باريس في برودها حيال القضية مواطنيها، فتترك هيومان رايتس ووتش تتحدث وحدها تقول نعم لقد ارتكب مقاتلو تنظيم انتهاكات، لكن محاكمتهم لا يمكن أن تكون بمحاكم هي نفسها هذه المحاكم غير صالحة. كانت النهاية غامضة كما النشأة، مجرد إعلان بسيط من ضابط أمريكي متواضع عن هزيمة تنظيم الدولة المخيف جداً الذي عقدت لأجل هزيمته اجتماعات وشكلت تحالفات. فماذا عن ذئابه المنفردة الذي نتلاعب بأرواح آلاف المدنيين إبان سيطرتهم الواسعة من سوريا إلى العراق؟ في العراق هناك بدأ السر وهناك سينتهي على ما يبدو بين بغداد وأربيل ما صنع الحداد، لكن محاسبة أسرى التنظيم جمعت بين المدينتين وألفت بين قلوبهم. فنصبت محكمة في بغداد اليوم حبل مشنقة على الورق بحق فرنسي ثامن تهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة، وهو حكم رفضه المتهم جملة وتفصيلة، وقال إن المعلومات انتزعت منه تحت تأثير التعذيب الشديد، وحاول إرغام النيابة العامة على مشاهدة الكدمات التي تعرض لها على أيدي المحققين، لكنهم رفضوا. وكالة الصحافة الفرنسية كانت أقرب خطوة للمحاكمات، فنقلت عن أحد محامي المتهمين السبعة الآخرين أنهم بدورهم تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهجة، ومنهم من لم يقاتل أصلاً في صفوف التنظيم بل انتمى إليه بأفكاره وبعض أساليبه الدعائية فقط. فرنسا لم تفح منها رائحة العطور هذه المرة، بل اتضح من خلال بيان خارجيتها تخليها شبه المعلن عن مواطنيها الأسرى، فقالت إنها ضد عقوبة الإعدام من حيث المبدأ، لكنها لن تتدخل في قرارات القضاء العراقي احتراماً لما وصفته بسيادته. وحدها هيومان رايتس ووتش ومن يسير في ركبها وقفت حتى النهاية تندد وترفع الصوت إن المحاكمات تجري أمام أنظمة قضائية منتهكة، وإن المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع الأقوال كضرب المشتبه بهم على باطن أقدامهم والإيهام بالغرق. كان مستهجناً للعالم استخدام تنظيم الدولة للعنف المفرط ضد الآخرين، فماذا إن انتهجت دولة رسمية كالعراق ذات النهج؟ طبعا السجون الحكومة العراقية سجون شهيرة بالتعذيب، تعذب مواطنيها العراقيين. قبل أيام أعلن عن وجود 6000 معتقل في سجن الاستخبارات
في الموصل 6000 معتقل ويسامون سوء العذاب، عدا عن سجون وزارة الداخلية وسجون كذلك المخابرات والجيش في بغداد، وكذلك السجون والمعتقلات التي تتبع الميليشيات في جرف الصخر، هذه فيها آلاف، والداخل منها يعني الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، هذه معتقلات الميليشيات في جرف الصخر. الوضع في العراق مأساوي جدا، البعض يقول لا يوجد هناك قضاء عراقي، إذا ظهر أفراد من الجيش العراقي اغتصبوا طفلا وأمه على الهواء مباشرة وبثوا المقطع. الجيش العراقي في عربات الجيش العراقي، أحد السياسيين العراقيين يقول أنا يعني أنصب من أشاء وأزيل من أشاء من العملية السياسية العراقية. الوضع في العراق كارثي، خرجوا في يوم القدس العالمي يعني يدعسون على صور على علم إسرائيل وعلم أمريكا في الشوارع، كثر من العراقيين يعلقون، وطبعا صور خامنئي وخميني تملأ شوارع بغداد والبصرة. يقولون العراقيون هذه بغداد والبصرة أم طهران وقم؟ العراق بلد بمجمله يعني محتل وضمن ما يسمى بمحور وهرطقات محور المقاومة والممانعة وتبجيل إيران بهذه الطريقة المبتذلة. قيس الخزعلي يقول القوات الأمريكية أتت إلى بغداد لمحاربة المهدي المنتظر، هذا هو الوضع الآن في العراق، عراق اليوم هذا هو. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية مقتطفات من كتاب ضربة الظل للكاتب الصحفي ياكوف كاتس، يشرح به بعض الخفايا الجديدة عن استهداف إسرائيل لمفاعل الكبرى النووي عام 2007 بريف دير الزور. في منتصف نيسان 2007 سافر رئيس الموساد الإسرائيلي مائير داغان على عجل إلى البيت الأبيض بهدف لقاء الرئيس الأمريكي، فقدم صورا ومعلومات حساسة عن بناء النظام في سوريا لمفاعل نووي في الكبر بريف دير الزور بمساندة كوريا الشمالية. لم تكن حينها المخابرات الأمريكية على دراية بأي خطط لكوريا الشمالية في سوريا، فكان الأمر ليس مجرد صدمة بل كابوسا استراتيجيا له أبعاد عالمية، هذا وفق ما تقوله النيوزويك. اللافت طبعا في ما قالته النيوزويك أن قوات نخبة إسرائيلية وصلت إلى دير الزور وأحضرت عينات تبين أنها يعني تحتوي على اليورانيوم، فقصفت إسرائيل الكبر وجعلت عاليه سافلة. قوات نخبة إسرائيلية، البعض يقول البلد مخترق، كانت سوريا على الدوام مخترقة من الإسرائيليين على الدوام بشكل معلن أو بشكل غير معلن. نزار دباس لاجئ من سوريا في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يستيقظ أهل قطاع غزة على صوته،
الذي يرن بالعبارات واللهجة السورية الأربعيني نزار نقل هواية أو نقل هوايته من مخيم اليرموك إلى القطاع. هذه الهواية ترافقه منذ 15 عاما. نذهب إليه. بهذا الطربوش يكتمل المشهد التقليدي الشهير للمسحرات، كما بات نزار جاهزاً للخروج إلى أزقة الأحياء الشعبية في قطاع غزة لإيقاظ الأهالي لتناول وجبة السحور. وبذلك يواصل نزار مسيرته التي بدأت في مخيم اليرموك جنوب دمشق. أنا كنت بمخيم يرموك بسحر مستلم الجزيرة والحجر الأسود، وجيت طبعاً جيت لهنا مع فلسطين، أحييت جزان النجاة كله أنا، وأنا بسحر من زمان، إلي من يوم ما جيت من سوريا بسحر، والله ما بعرف أقعد في البيت إلا لما يجي رمضان لازم أسحر، لأنه هوايتي. في الساعة الثانية فجراً يبدأ صوت طبلته وعصاه الخشبية يصدحان بحي القزان جنوب القطاع، ويرافق نزار بعض الأحيان أهالي الحي الذين ينتظرون صوته وعباراته السورية التي يتميز بها. المسحرات يعني هو عبارة عن مسحرات سوري، يعني زلم كبير وكان في سوريا يعني، وبختلف عن الأوضاع في غزة عامة كلها، يعني عندنا مسحرات عادي في غزة بس مش نفس اللهجة ونفس الكلام هذا اللي بحكيه، يعني هو كمسحرات سوري يعني وزلم كبير وعنده كلام واقع جدا يعني في الوضع اللي احنا بنعيشه. دون تعب أو ملل يتنقل نزار من حي إلى آخر طوال ليالي شهر رمضان، مازجا الليل بصيحاته التي اكتسبها أثناء إقامته في سوريا. وحدوا يا عباد الله، اصحى يا نايم، وحد الدايم سبح بحمد الله، العمر مدايم، يا نايم بلا غلبة مدت مثل الخشب، النوم كثير لا ينفع، علب الغوت معاني نط وعشعش بداني، عرف الجبل ولاد أخته ولاد أخته لستعاني، اثنين بصبر بالمطباخ، اثنين بزمر بالمزمار، رأسوني الشيال استغفر الله ما بكذب، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم شهر فضيل، قوموا قوموا عسحوكن قوموا. الأجواء التي يصنعها نزار على مدار سنوات في القطاع يستحضر فيها ذكريات عاشها في مخيم اليرموك، متمنياً أن يعيد إحياء هذه الهواية في شوارع المخيم بصوته مجدداً. من مخيم اليرموك قضى الإيرانيون وأتباعهم على مخيم اليرموك، كانوا قضوا كذلك على الفلسطينيين في حي البلديات في بغداد، وكانوا قضوا قبلهما كذلك على الفلسطينيين في تل الزعتر، أيديهم ملطخة دوما بدماء الفلسطينيين هؤلاء جماعة الممانعة. طبعا هذا يفضل أن يقال هذا الكلام بمناسبة يوم القدس العالمي وما يحدث في يوم القدس العالمي. يوسف محمد مسحراتي كذلك من مدينة تادف يسكن في منزل سمح له صاحبه بالبقاء فيه بدون مقابل، يعمل كمسحراتي في القسم الغربي والشمالي لمدينة الباب دون راتب رسمي من المؤسسات، يعتمد على التبرعات، هذه التبرعات تعد مقابلا لتعب الرجل. يعتبر يوسف بأن عمله سبب سعادة للأطفال بكل تأكيد وللكبار كذلك يعني، وهو من طقوس رمضان ما زال هناك من يعتمد على صوت المسحراتي للاستيقاظ. يحاول يوسف الاستمرار في عمله للحفاظ على هذا التراث. مع قصة يوسف نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ما تبقى لهذا اليوم، غدا بإذن الله تاسع مساء توقيت دمشق ما تبقى جديد، في أمان الله. والله بطلع الساعة واحدة تقريبا، واحدة ونص بتملأ قبل الفجر بدقائق. أول ما بباشر في الجامع سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، وبنتقل لشارع الكورنيش وحوالي السنتر حتى الجبل، والله ولا بلاقي حالي إنه ولا أحلى من هيك. بنتظر الشهر يعني من السنة للسنة بنتظره من محبتي لهذا الشهر الفضيل، بطلع في سبيل الله نؤجر فيه أمام الله عز وجل ونوحد الله عز وجل لكي يوحدوا الله عز وجل، ويقول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، ونطلع في سبيل الله عز وجل، وإن شاء الله تعالى من شان عيدي لهالأطفال، وأسأل الله أن يحمي أمة محمد يا رب ويجعله هذا الشهر الكريم إن شاء الله بالنصر والبركات يا رب. بدأ بالطبلي وبس بقول لا وحد الله يا نايم وحد الدايم
يا نايم وحد الله لا إله إلا الله. يعني انه هذا التراث فعلا بنتظره، انه هالشهر الفضيل هو احلى شيء في هالشهر الفضيل انه بسحر وهالاطفال انه بفرحوا وبنتظروا دقات الطبله، بنتظروا يعني بلحظات انه احلى شيء اللي مسحر، وانه تذكر الله عز وجل وتذكر الناس بالله عز وجل. وهني طلبوني طلب والله من عم نول، يعني حبيت انه حبوني الله يجزيهم الخير، انه ان شاء الله اسحر هالناس هوني والحمد لله رب العالمين. بحس حالي ملك الدنيا كلها عند العبفيع هالناس المسلمين. هبط يا كريم يا كريم وحد الله.